المرحلة الثانية أنه يجب ستره، يجب ستره. والمراد بوجوب الستر وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة، عورة الرجل أو المرأة. عورة الرجل تكون من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة غالب جسدها. وهذا الستر يكون عن أمرين، عن النظر وعن اللمس. فأما عن النظر فإنه لا يجوز النظر إلى العورة المغلظة للرجل ولا للمرأة، هذا يحرم النظر إليها. وما زاد عن هذا فإن أهل العلم يقولون يكره النظر لغير المغسل، فلا يدخل لي حال التغسيل من لا حاجة في حضوره، وإنما يحضر فقط من احتاج إلى حضوره كما ذكرنا قبل، لما في ذلك من أذية المسلم وعدم احترامه. إذن النظر حفظه عن النظر، ستره عن النظر من جانبين، جانب واجب للعورة المغلظة ومستحب عما زادها إلا للمغسل. الأمر الثاني ستره عن اللمس، ستره عن اللمس. مثل الكلام نقول إنما لا يلمس من أعضاء الميت جزءاً، جزء يجب أن لا يلمس مطلقاً وجوباً على الصحيح، وهو العورة المغلظة. ولذلك فإن أهل العلم يقولون إذا أراد المغسل أن يستنجي أو ينجي الميت فإنه يضع على يده خرقة أو نحو ذلك، يلفها على يده كاملة لكي لا يمس عورته، لما في ذلك من عدم احترام الميت، هذا وجوب. وأما سائر الجسد كالصدر والوجه ونحو ذلك فإن الفقهاء يقولون يستحب عدم مس بشرة الميت. ودليلهم في عدم استحباب ذلك أن علي رضي الله عنه كان إذا غسل ميتا جعل على يده شيء فلم يمس بشرة الميت. هو جائز مثل النظر، ولكن الأولى ألا يمس. هذا كلام أهل العلم استدلالا بحديث علي رضي الله عنه. وقلنا إذن ما يحفظ عن النظر والمس قسمان، قسم واجب وهو العورة المغلظة فيحرم النظر إليه ومسه بدون حائل، وما عدا ذلك فإنه يستحب فقط استحبابا عدم النظر إليه إلا لحاجة، وعدم مسه إلا لحاجة.